بمناسبة أكيد شهر أكتوبر، خلينا نقول هو شهر التوعية بمتلازمة الحب، متلازمة داون، تقيم جمعية سبل فعالية سبل المحبة للتوعية عن متلازمة داون وتكريم أمهات ذوي الاحتياجات الخاصة، لحتى نتعرف بشكل موسع عن الحفل وأيضا عن أعمال وحملات جمعية سبل بما يخص هذا اليوم. معنا السيد عقاب الحلبي منسق أعمال جمعية سبل. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. يسعد صباحك عقاب. يعني خلينا نحكي أول شيء عن هذا اليوم، هي الفعالية شو رح تتضمن وليه أنتوا حبيتوا تشاركوا فيها؟ يسعد صباحكم. هلأ فعالية سبل المحبة كان العنوان الأساسي، كان في بمركز الثقافي بالميدان، كان في دعوة عامة طبعا لأطفال من المتلازمة داون. كان في عنا ببداية سيستم الحفل كان كالتالي، كان عنا حفل عنا محاضرة توعوية بمتلازمة داون، أسباب، أعراض، طريقة التعامل إلى ما هنالك، وحاولنا نحن الموجودين معنا نوصل لطرق سبل لدمجهم وضمان صحي لإلهم وضمان مجتمعي وضمان حقوق لإلهم، بحيث انه هيدول الاطفال لو وصلوا لعمر متقدم او وصلوا لاماكن متقدمه احيانا عم بيكون في حاضن لهم، لا حاضن اجتماعي ولا حاضن قانوني. لهيك احنا وصلنا معهم او وصلنا مع الجمهور، يعني هو ما كان عباره عن حفل بس احنا مشينا كرمنا مثل ما هو المعتاد ومشينا ابدا. كان في تكاتف جهود من قبل بعض الحاضرين، الجمعيات المعنيين بهذا الموضوع، حتى نوصل لخطه واضحه حتى مع الاطفال. اليوم بصير عمرهم 12 15 20 سنه وهن بحاجه مراكز تاهيل مهني، يكون في إلون مراكز. بالإضافة ل كان في عنا أيضا تكريم لطلاب حملة نمي ذاتك أكثر خلال فترة الحجر الصحي يلي شاركوا معنا على مدى أكثر من 30 ورشة، أيضا بذات اليوم كان في تكريم خاص فيهم. تمام. يعني عقاب نحن عم نشوف اهتمام بهذا الموضوع، هو لازم هذا الاهتمام ومتابعة، وأيضا خلينا نقول عمليات دمج عم تصير بين الأطفال اللي معهم متلازمة الحب وبين الأطفال العاديين. الأمهات هم الأكثر تأثراً لأنه بيشوفوا طفلهم بهيدا الحالة وعم يشوفوا كيف عم يتطور وعم يصير مع غيره بحالة جيدة. قديش نحن مستهدفين للأمهات لحتى نحن كرمناهم وبهمنا أيضاً راحتهم. السؤال كتير مهم وحلو جداً. حلو اليوم نحن بنشوف في وعي عند الأم. طفلي ما شفت بعض الامهات جاي ابن عمره يمكن شي سنه ونص من متلازمة داون، سنه ونص مباشره اجت لعندي اثناء الحفل، شو بدي اعمل له، شو بدي لحق له، شو بدي اعمل له، شو بدي، كيف بدي اهله للطفل. فنحن دائما بنركز على كلمه تدخل مبكر حتى لمتلازمة داون، اذا كان بمرحله مبكره قدرنا نحن نعالج مشاكل النطق، المشاكل العضويه اللي بجسم، مشاكل الالتهابات اللي ممكن تتاثر فيها او تترافق معه بشكل دائم مدى الحياه، حتى نوصل لسبب الدمج ونرفع مستوى الوعي والإدراك عند الطفل، نقدر طفلنا حتى لو كان من متلازم داون يدخل مدارس. ولاحظنا هذا الشيء بالمدارس الحكومية أيضا مو بس بالمدارس الخاصة. نعم. يعني الدولة اليوم فتحت سبل الدمج وزارة التربية حتى لذوي الاحتياجات بمدارس دمج بأغلب المناطق، حتى يكون في سبل دمج لصعوبات التعلم، توحد، داون، كافة الإعاقات اللي هي خرج إنه تتعلم. يعني متلازم الداون ممكن يعني بمعنى قابل للتعلم، في بعض الفئات أو بعض التصنيفات متلازم الداون غير قابلة للتعلم، هي ما بتندمج ضمن المدارس حسب رؤية طبعا القياس والتقويم. نعم. طب مين رح يشارككم الحفل عقاب؟ في تشاركية مع جمعيات تانية؟ طبعا نحن كنا القائمين، نحن المقائمين والمنفذين للفعالية كجمعية سبل متفردين هذا العام. في العام السابق كنا متشاركين مع أكثر من 20 جمعية من الشام، من دمشق، من حمص، من سويدا، من أكثر من مكان. لكن العام هاي كانت دعوة عامة للجميع، كان معنا مراكز كثيرة مشاركة، منها مركز أقرأ، مركز حبة خردل، كان في معنا مراكز كثيرة مشاركة. بالإضافة لأنه كان في معنا أطفال من الأولمبياد الخاص. حلو. من بأبطال على مستوى سوريا ومستوى دمشق برياضات كثيرة، سباحة، رياضة الفراشة، كثير أنواع، ركض جري، ركض دراجة، يعني كثير في تنوع كان. وشفنا بعض المهارات اللي هي عندهم الطلاب طلعوا أو أطفال من متلازمة داون طلعوا غنوا على المايك، ألقوا شعر. في طالبة معنا أيضا كانت أخذت تاسع هاي السنة ما شاء الله. فبنلاحظ في انجازات، يعني في وقت احنا بيلاقوا هن الحاضن الصحيح بيلاقوا هي الانجازات وبنشوفها. يمكن مثل ما ذكرنا تكريم الامهات هو دافع لهم للعطاء اكثر.
قال أكيد الأم بتبخل أولادها، ولكن بس تشوف تكريم من أشخاص عم بيساهموا برفع المعنويات للطفل، برفع المستوى أيضا الفكري والتعليمي من خلال عمليات الدمج اللي أنتم عم بتقوموا فيها، فهو إنجاز وعطاء كتير مهم. عقاب خبرنا أيضا قديش ضليتكم عم تأهلوا وتحضروا، وأيضا أنتم شبكتوا مع المحافظات لتوصلوا لأحسن وأعلى النتائج والمستويات. أكيد إحنا هذا الشيء أخذ منا ترتيب ما يقارب شهر شهر ونص، لطلعنا نحن بهذا الزخم الاحتفال بالختام. قدرنا نشبك طبعا مع الأولمبياد الخاص، مع مدربين، مع أخصائيين، مع وزارة الثقافة، كانت كونه المكان أو اللي نحن فيه هي مركز الثقافي، كان في تشابك من كثير جمعيات. لكن الأهم من ذلك مثل ما تفضلتي حضرتك هي الأم. بالفعل لما الأم بتجي ونزلت في بعض الأمهات يعني التصرفات العفوية، الأم تنزل عن الكرسي وتقعد قدام ابنها على الستيج، بلش زقف له تطلع لعنده بالأخير تضمه، يعني في ناس بكيت صدقا أبكوا الحضور عن جد من هاي المشاعر الرقيقة اللي نحن بحاجتها، اللي هن صادقة، مشاعر صادقة، هي لا أنا مزيفة ولا وراءها أقنعة، قدروا يظهروا لنا إياها. كان في لمسة حب نحن انتشيناها قبل ما هن يتوصل لهم. صح. يعني نحن عم نعيش هلا عقاب حالة استثنائية وظرف جائحة كورونا، شو هي الصعوبات اللي واجهتكم بالتحضير للفعالية، وهل حيأثر على الفعاليات الأخرى القادمة؟ شو هيك محضرين؟ هلا أكيد نحن في عنا لسا حسب للمحبة ما انتهيت، لسا في عنا أوبن داي خصم اليوم المتلازمة بأحد الملاعب، يوم مفتوح يتضمن أنشطة رياضية. لكن الشيء اللي واجهناه نحن اليوم هي للأسف نحن بنكون مقيدين بالعدد أو غير ملزم، يعني في بمعنى آخر ما فينا نحدد العدد. يعني في أشخاص كتير محبين طبعا مثلا يجوا، تكون الدعوة كان الظروف أحيانا، لكن نحن دائما أكيد أخذنا الإجراءات كاملة من بداية الدخول، يعني أكدنا على الحضور، أكدنا على الأطفال، تباعد اجتماعي إلى ما هنالك حتى قدر الإمكان نحد من الجائحة. نعم، يمكن أيضا رغم الصعوبات اللي نحن مثل ما قالت زينب عم نواجهها والظروف الصعبة اللي عم نعيشها، ولكن مستمرين بالعطاء، مستمرين بدعم هدول الأطفال اللي نحن بنعتبرهم مميزين لأنه عندهم ملكات وقدرات مميزة. يمكن رب العالمين بياخد شيء ولكن بيعطي شيء أكبر. خبرنا عن مشاريعكم المقبلة، شو عم بتحضروا وخاصة هلأ؟ يعني هلأ مباشرة بمناسبة يوم الطفل العالمي في عنا أيضا يوم مفتوح، حيكون يوم لدمج لأطفال الاحتياجات الخاصة وأطفال طبيعيين بقسم الطفولة المبكرة، قريب جدا حيكون. بالإضافة عم نحضر لشهر 12 شهر حفل تخريج لمجموعة ما يقارب 12 طفل دمج اجتماعي بسن تدخل مبكر، خرجوا من قسم التدخل المبكر واليوم هن التحقوا بروضاتهم وبمدارسهم من أطفال توحد صعوبات تعلم نقص اكتساب إلى ما هنالك. نعم. كل هي الجهود حتكون معنا بشهر 12، بحاجة كتير عمال، بحاجة كتير تحضيرات، بحاجة همة، هي الهمة الأهم، يعني هذا الشيء الأهم اللي نحن بحاجته اليوم، طاقة حتى إن نطلع نشوف، نخلي العالم تآمن بصدق إنه طفلي ممكن يطلع منه، طفلي قادر على إنه يرجع يعيش حياته طبيعية ويندمج بالمدارس، طبعا مدارس الأطفال حتى ما يكون فقط بمراكز تخصصية، لكن لا، المهم نحن نآمن إنه طفلي لما بده مركز تخصصي ناخده على المركز التخصصي وما نكابر. نعم عقاب، يعني جهودكم واضحة وخاصة في تعب كتير مع التعامل مع الأطفال، فكيف إذا كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ بدهم كتير قوة وصبر وطولة بال. يعطيكم العافية، وأكيد تحيتنا موصولة لجميع الأمهات اللي كانوا متعاونين معكم. يعطيكم العافية. شكرا لك عقاب، شكرا على هذا العطاء اللي نحن دائما متعودين عليه كسوريين، تكون حد بعض ونساعد بعض، وهلأ نحن بحاجة يا زينب أن نكون حد بعض بهذه الظروف، وخاصة الأزمة الاقتصادية اللي عم نمر فيها. شكرا لوجودك معنا عقاب، ونورت صباحنا.